التنس من غير وقت، التنس اوبن تايم، بيبقى بتلعب 2 سيتس، كل ست فيه 6 جيمز، كل جيم فيه 4 نقط، لو اتعادلت في النقط بتقعد تلعب نقطتين لغايه ما حد يكسب نقطتين ورا بعض، ديس واد لغايه ما تكسب الجيم، ولو وصلت 5-5 في الاشواط او الجيمز بتلعب جيمين، يعني تكسب 7-5 يا تخسر 7-5، او لو وصلت 6-6 بتلعب 7 نقط تاي بريك فيصل عشان تكسب الست، وبالوقت بقى على قد ما تخلص يعني.